زين السله هاي شو فيها؟ نشوف. طبعا انا اكد لكم طبعا من السله. خلينا نتاكد ان ما فيها شيء داخل. اوكي طبعا بنفتح لكم حتى من تحت. ماشي ايدنا عليها. اوكي حلو. ان ما في شيء. ما في شيء. المهم فشو اللي بيستوي؟ طبعا بنحطي الخلقه الخضراء هاي. اوكي بنحطها داخل. انزين بيضه الابيض واسود. اسود والاحمر. والاحمر انا اكتشفت شو بيطلع. بس ما اكتشفتي شو بيطلع؟ مدرية. انزين اوكي بس عشان اكد لكم ان كل الخلق داخل. اقول شو بنطلع؟ اللي بنطلع على المرة اكيد. جميل جدا. بس كيف طلع مخيوف؟ خلنا نشوف في شيء بعد في السلة ولا لا؟ نشيك ليش لا؟ اي والله ما في شيء. ما شاء الله عليك. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. شكرا سلطان. يعطيك ألف عافية. استانسنا وياك. ما شاء الله عليك. الله يعطيك العافية. نتمنى إن شاء الله نلتقي وياك مرة ثانية. بس مرة ثانية بأرنب وأسود. ما عليك بندبر إن شاء الله. بنسوي الأرنب إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. حصلتك بسم الله يا وطن.